السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم استاد الاهلي. اكيد النهارده تغطيه كانت موجوده لقناه النادي الاهلي على مؤتمر المهندس محمود طاهر اقامه طبعا لتوضيح بعض الامور فيما يصار يعني في الفتره اللي فاتت، اسئله بتحب او الناس كانت عايزه تسال المهندس محمود طاهر بما انه هو رئيس النادي الاهلي اكبر منظومه رياضيه في الوطن العربي ومصر، بالتالي ايضا يعني كان بعض الامور الخاصه باللائحه الخاصه للنادي الاهلي وايضا اللائحه الاسترشاديه وايضا بعض الاقاويل والمسائل اللي ممكن كان في الفتره اللي فاتت توتر مع بعض الاطراف. يمكن المهندس محمود طاهر النهارده من خلال المؤتمر وضح امور كثيره كان فعلا بعض الناس كان لازم كلنا نسمعها، لازم كل الاطراف دي تسمعها، لان طبعا من خلال وجوده النهارده والمؤتمر الصحفي كان في بعض امور وضحت بشكل كبير، وضحت خصوصا حاجه ما تخص البند 8 سنوات دي في حد ذاتها كانت بعض الناس بتتكلم فيها ان المهندس محمود طاهر ومجلسه هيحط هذا البند في اللائحه الخاصه عشان بعض الاعضاء اللي موجودين داخل النادي ما يترشحوش، لكن طبعا النهارده بعض الامور اتضحت بشكل كبير. كلام كتير هيكون عن هذا الموضوع وهذه التغطيه اللي غطتها او المؤتمر اللي غطاه النادي الاهلي النهارده او قناه النادي الاهلي بشكل كبير، لكن خلينا اقول لكم على مر سنين انا اللي انا عشتها داخل النادي الاهلي مريت بثلاث يعني مجالس، سواء بقى كابتن صالح سليم، كابتن المهندس كابتن حسن حمدي، والمهندس محمود طاهر. يمكن اللي يجتمع مع الثلاثه هو هدف واحد، هدف هو الكيان، ان انت كنادي اهلي تفضل دائما في المقدمه، دائما في احسن حال، وهو ده اللي انا حسيته من المهندس محمود طاهر من خلال وجوده النهارده والمؤتمر الصحفي، ان هو الهدف مش وجوده بقى لفتره تانية ولا انتخابات ولا 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 ولا، لا هو مصلحه النادي والمصلحه الخاصه بالجمعيه العموميه والمصلحه العامه بالنسبه بقى للفرق النادي وكل ما يعني داخل هذا الكيان الكبير من رياضه، من نشاط اجتماعي، من نشاط رياضي، نشاط اجتماعي، كل ده اعتقد انا حسيته من خلال هذا المؤتمر اللي كان المهندس محمود طاهر بيرد على اسئله كثيره من خلال هذا المؤتمر. فبالتالي يعني زي ما بقول لكم ثلاث مجالس اللي انا حضرتهم كان الهدف هو واحد، هو رفعة هذا الكيان لأفضل مكانة ليه، وزي ما بنقول لما بنقول الأهلي فوق الجميع وفوق جميع أبنائه، فبالتالي احنا بنرفعه دايما فوقينا، لأن احنا بنحب فعلا هذا الكيان، سواء بقى احنا كنا بنمثله هنا في قناة الأهلي هي أداة مختلفة أو مكان مختلف لهذا الكيان، ولكن طبعا عندنا النادي، عندنا حاجات كتير، عندنا الجماهير الكبيره والعريضه اللي موجوده في كل مكان في الوطن العربي وفي العالم، فبالتالي هو الاهم، هو ان احنا دايما نبقى شايفينه رقم واحد. فبالتالي النهارده المهندس محمود طاهر رد بشكل كبير على الاسئله، وفي نفس الوقت احساس كل من كان موجود في المؤتمر او شافه ان هذا الرجل حابب هذا الكيان يكون في احسن حال بغض النظر عن المصلحه الشخصيه. فبالتالي هنتكلم عن هذا المؤتمر وبعض الكلام اللي كان في المؤتمر وابرز تصريحات المهندس محمود طاهر في هذا المؤتمر من خلال طبعا وجود الناقد الرياضي ومدير التحرير روز اليوسف استاذ كمال عامر. برحب بيك استاذ كمال طبعا في قناه الاهلي. كابتن محمد اهلا بيك، فاروق سعيد بوجودي، سعيد بالمقدمة النارية بتاعتك اللي انت عملتها معناها ناعمة، رسالة ناعمة، لكن هي انا متأكد كل حتة او كل كلمة انت قلتها بتعنيها ان هو الكيان 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 حقيقي، بس فده حاجة محترمة جدا. بس كمان يمكن انا زي ما بقول يمكن طبعا انا كان ليا الشرف وجودي مع كابتن صالح سليم، وجودي مع كابتن حسن حمدي، وجودي مع المهندس محمود طاهر، ولكن انا عايز اتكلم بقى على اللي هو الرمز دايما كابتن صالح سليم، وانا يمكن حضرت معاه فتره يمكن كان بيتعالج فيها وانا بتعالج فيها، فاراد القدر ان احنا نبقى متواجدين مع بعض. قد ايه هذا الرجل كان بيحب هذا الكيان، بيحب ان هو يبقى موجود في احسن حال، عشان كده كان بيدينا نصايحه باستمرار. طبعا بيتتالى بقى او بيتوالى رؤساء الانديه بيجي في نفس الوضع او نفس النهج بتاع كابتن صالح سليم. خلينا نقول ان مفيش واحد تولى اداره النادي الاهلي سواء عضو مجلس اداره او ايا كان على في العمليه التنفيذيه كمان وهو ما بيحبش الكيان او ما بيحبش في حته بتاعته ان هو يبقى مميز. كلمه المميز اول العطاء، العطاء العطاء بيساوي القيمه او بيساوي المبدا اللي احنا شايفينه اللي هو الاهلي ورايه النادي الاهلي كلها بتصب لصالح الكيان. صحيح. اذا كان في بعض الاوقات وده الاهلي زي مصر زي اي وزاره بعض الاوقات بتبقى الرياح عاتيه شويه
فبتيجي الشجر بيتهز اوتوماتيك، لكن هو يعني الجذور قويه، الجذور قويه، لكن برضو احنا بنشوف يعني اوتوماتيك لو بندور على ايه اللي يحمي الكيان حتى لو في اهتزازات. صحيح. يعني ضد الرياح وضد كده وضد الاثاره وضد الحاجات الخاصه، كل ده امور عاديه جدا وما بنزعجش منها. يعني انت شايف نادي زي نادي الزمالك، احترامي وتقديري ومحبتي للناس كلها، شويه هوا مكسره الدنيا وعامله مشاكل ومعمقه المشاكل. طيب النادي الاهلي اللي هو ايه اللي احنا بنتغنى بيه وبتاع، هو ابناء النادي الاهلي بطريقه او باخرى ما حسوا ان في خطوره على الكيان في توقيت معين كله امتنع. صحيح. حتى لو طلعت اول ما تولى المهندس محمود طاهر كانت الاصوات مرتفعه شويه، وكانت ايه برضو كل واحد بيدخل ويتدخل ويشتبك، وبدات الامور تتضح. فجاه ما لقوا في انتصارات وفي كذا وفي محمود طاهر او الرجاله الموجودين مجلس اداره عايزين يرفعوا العلم زي ما احنا بنقول العلم الاحمر، اوتوماتيك بدات تتراجع حته حتى الحته اللي اسمها ايه الخلافات او التصادمات، وان كانت من تحت الترابيزه ما زالت موجوده. ادي واحد. خلينا انت قلت كلام مهم جدا النهارده. النهارده على كل اهلاوي ان هو يفتخر برئيسه ويفتخر باداره النادي الاهلي. اداره خلي بالك رئيسه ده ممثل، كان ممكن يبقى انت رئيس اي حد يبقى رئيس في هذا التوقيت، لكن اللي انا شفته انا رحت حضرت المؤتمر رايح عشان حاجتين. قلت اكيد هتبقى في كارثه، اللي بيتابع الخطاب الاعلامي اللي من هنا ومن هنا في النادي الاهلي او اللي بتتصرف بطريقه بخ... اللي بتتصرف لان انا شفت حجم او كميه من الاشاعات كبيره جدا وخطيره جدا قبل المؤتمر. قبل المؤتمر كده المهندس محمود طاهر التوقيت ده كان مهم جدا ان هو لا يطلع. هو الايه انا رايح يعني واحد براقب، قلت اكيد هحضر المؤتمر هيبقى فيه 100,000 مشكله. كنت انا حريص على ان اشوف خطاب النادي الاهلي واشوف علاقه النادي الاهلي بوزير تحديدا وزير خالد عبد العزيز من خلال خطاب رئيس النادي الاهلي بيتكلم، وهو طالما بيتكلم يبقى بيلغي اي حد تاني ايا كان بطريقه او باخرى، حد قال رايه بطريقه العمليه نهدي شويه ونشوف الكبير عشان نقدر نحاسب الكبير مع الكبير طبعا. اللي انا شفته مجموعه من الرسائل عميقه وشديده الاهميه موجوده، واعتقد كل الناس يا رب كل الناس يكونوا فاهمين. محمود طاهر اكد على احترامه وتقديره لكل المنظومه الرياضيه في اي حته. اثنين، وهو عارف ان الاهلي احد افرع الرياضه المصريه والحته اللي بتفتخر بها مصر كلها طبعا. خلي بالك خالد عبد العزيز بيفتخر في كل حته، عندي النادي الاهلي وعندي نادي الزمالك وعندي الانديه، ما هو الكيان مجموعه الكيانات ديت هي بتسوي المنصب الرياضه المصريه ومنصب وزير الرياضه هو يعني تمام. هو يعني الناس هيقولوا ايه في عهد النادي في عهد مع خالد عبد العزيز طبعا. حصل الاهلي على كذا وكذا وكذا. صحيح. حصل الزمالك على كذا وكذا وكذا، الترسانه كذا كذا، المصري، كل الانديه اللي هي ما هو شغل انا زي ما يكون وزير وعنده مجموعه شركات، مجموعه شركات لما تكون ناجحه انا بفتخر قدام القياده وقدام كل مصر. اذا خلينا نبقى واضحين، ليس هناك خصومه بين خالد عبد العزيز او وزاره الشباب والنادي الاهلي، لكن هناك من المساحه اللي ما بين 100 عقبه والنادي الاهلي في الجزيره في ناس كثيره قوي متربحين من صراعه خلاف، متربحين ان هو ايه يحجز مساحه له عند 100 عقبه على حساب النادي الاهلي وعلى حساب القرار الرسمي اللي موجود، وده شيء طبيعي وكل الناس حساه، لان انا ما شفتش خطا من النادي الاهلي، بشوف النادي الاهلي الرسمي من حق النادي الاهلي ان هو يدور على انه يدور على لائحه، ما حدش قال لا، ده هو حتى خالد عبد العزيز تحديدا قال لك يا جماعه انا اذا كنت عامل لائحه استرشاديه او اللجنه الاولمبيه في لائحه استرشاديه دي في حاله انك انت ما تقدرش تكمل جامعتك العموميه يعني افرض انت ما كملش الفراغ الدستوري ده هيعمل لك مشكله طبعا. مين هتحكم بعد افرض يعني اي نادي جه والجامعه العموميه ما اجتمعتش هتدير بايه؟ هتدير ما قبل مش هينفع فهو بيديها لك استرشاديه، انت روح يا عم بعد ما تنجح او بعد ما تعمل اي حاجه في الانتخابات ادخل بيها من الانتخابات وانجح كويس، وبعد شويه ادعو لها وغيرها. ده الاسلوب اللي انا شايفه. طيب يعني برضو نعم. تعليقك على المؤتمر بقى يعني ابرز التصريحات بالنسبه للمهندس يعني الرساله الاولى كانت المهندس محمود طاهر ان يمكن وجوده او اعضاء البرلمان اختاروه بوضع اربع مواد قبل اصداره بيوم او التصويت عليه بيوم واحد يعني لا هي ايه الماده 4 اللي هو الماده 4 ماده 4 بص يا محمد احنا ايه هو سيبك من كل ده لان ده وارد يكون ده حصل اللي هو ايه الحته التحديدة بتاع اللجنه الاولمبيه قال لك ما كانتش موجوده في القانون العام بس انا بقى ايه انا شفت المشروع اللي تقدم بيه الوزير خالد عبد العزيز او وزاره الرياضه مشروع القانون الاولاني في حاجات اختلفت مفيش مشكله ما في راحه جايه ممكن محمود طاهر رئيس النادي الاهلي قال حاجه مهمه جدا احترامه وتقديره للقانون والقانون لاول مره يعظم دور الجمعيه العموميه بقى لي 40 سنه في الوسط الرياضي كله قاعد يقول لك عايزين نشيل ايد الحكومه ما فيش مشكله عايزين نخلي القرار للجمعيات العموميه هو عملها قد يكون في اخطاء في اول دوره هتبقى فيها اخطاء لكن هي هتنظم نفسها بعد كده بتنظف نفسها بنفسها وهتبقى مستقره. محمود طاهر اكد على حاجتين مهمين قال لك ان انا مش ضد القانون، القانون فيه حاجات كويسه جدا وممتازه جدا في بعض وخلاص وفي بعض الحاجات لنا راي فيها من حقه اللي هي اللي انت حلت الجزء الاستثماري نفسه هو قالها تحديدا كده بالظبط انت يظهر مذاكر
يعني انت مذاكرها يعني بالنسبه للنادي الاهلي. حلوه ماشي، بس هو ممكن في اللائحه اداله حق في اللائحه ان هو ممكن الحاجات دي يستكملها يقدر يستكملها ويحطها وتدي انفراجها، لكن هو في القانون برضو ايه عمليه تخفيض في الكهرباء وهنا وهنا عمليه انك قال لك اعمل اللي انت عايزه في حدود القانون. طب ما ده حاجه محترمه جدا. قبل كده كان بيدار الانديه والاتحادات من وزاره الشباب، ما تقدرش حتى تنقل كرسي، ما تقدرش تشير الكرسي الا طبقا اللائحه الماليه الموحده الموجوده. لكن عايزين نقول دي انفراجه سنه اولى ديمقراطيه، ده اللي انا كاتبه. وفي هناك خالد عبد العزيز ارتضى ان هو يتنازل عن كل اختصاصاته لصالح الانديه واللجنه الاولمبيه ايا كان الاسم المسمى، وهو بقى العراب يراقب ويشوف ويكمل. جميل. طيب الرسائل ايه اللي كان موجوده؟ طبعا في الايام اللي فاتت نجح خصوم النادي الاهلي في اصطناع وقيعه ما بين وزاره الشباب واللجنه الاولمبيه ومديريه الشباب والرياضه والنادي الاهلي. طب ايه يا جماعه الموجود؟ في حاجتين مهمين جدا. الشيخ زايد يحضر ولا ما يحضروش؟ ده اشكاليه موجوده. محمود طاهر فوجئ رئيس النادي الاهلي والنادي الاهلي فوجئ بان في قضيه مرفوعه وفي استشكال عاملينها ومحكمة حكم ومعانا الورق بتاعها. فالمحكمه حكمت لازم يدخلوا في عمليه العضويه مش في الترشح. وده منطق الحكم. هو راح الراجل مشكورا اللجنه القانونيه، وراحوا باعتين لمديريه الشباب والرياضه الاخ سويلم اللي هو مدير الشباب، قال له من فضلك في قانون كذا وكذا وكذا والحكم بيقول لنا كذا، نعمل ايه؟ قال لازم ننفذ القانون والناس قرار المحكمه كمان قرار المحكمه. اذا انت دلوقتي قلت له بموجب الورقه اللي هي اللي موجوده دي من فضلك انت موافق، وبناء عليه الراجل دعا الناس اللي هم في الشيخ زايد ان هم ممكن يشاركوا. طيب قامت ثوره كبيره جدا وقام خلاف كبير جدا، ان قال لك لا الجهه الاداريه بطريقه اللجنه الاولمبيه او الوزاره ايا كان، قال لك لا مش من حقهم. وجهه نظرهم ان انت العضو هناك دافع كام؟ ايا كان مبلغ صغير. عايز يبقى عضو يكمل الفلوس، الفرق ما بين الفرع الام في الفلوس، ويكمل ويدخل ويمارس حقوقه. ده اشكاليه موجوده، لكن هو عنده برضه النادي الاهلي معذور، يعمل ايه في الحكم؟ يعني يتحبس محمود طاهر ولا يتحبس الوزير؟ محمود طاهر بيقول لك انا مش عايز اتحبس. والوزير قال لك ايه؟ عن طريق سويلم قال لك انا كمان مش عايز اتحبس. طب نحبس مين؟ اي حد ماشي في الشارع هندور عليه. دي انا بسمي ده موقف مش شجاع من الاطراف. انت عايز تقول له قول له لا، قول له زي ما انت عايز لا. والورقه اللي تلقاها محمود طاهر رئيس النادي الاهلي من مديريه الشباب والرياضه، محمد سويلم رئيس مدير مديريه الشباب والرياضة اللي هو بيمثل الوزاره، قال لك دول نفذ الحكم. طب ايه الاشكاليه دي؟ ده الموقف. اثنين، طب نيجي في عمليه هنعملها يوم او يومين. هو بعد جواب للجنه الاولمبيه قال له من فضلك في كذا كذا كذا، اللجنه الاولمبيه ردت عليه. طب قبل ما تقول الجزئيه دي مهم جدا يا استاذ كامل، هو القانون قال لك ما تعملش الاجتماع على يومين ولا سابها؟ هو سابها، بس القانون فيه حاجات كتيره مبهمه. أوه. اللائحه الاسترشاديه دي اللي بقدر الامكان نقعد نقراها ونشوف الدنيا رايحه فين. أوه. هو قال لك يوم. كويس، لكن هو الحته دي مش واضحه. ما دام مش واضحه فهو بعد جواب، يعني برضو النادي الاهلي ايه، النادي الاهلي ناس محترمين بعده جواب اللجنه من فضلك كذا كذا كذا. هشام حطب موجود الجواب رد عليهم وقال لك ايه؟ قال لك بالنص برضو عشان اقراه لك بالنص. تمام. توضيحا وتيسرا الاجراءات فيما يخص التسجيل والتصويت على اللائحه المقترحه. بص التسجيل يعني ايه؟ يخص التسجيل، تسجيل النهارده شويه ولا بكره ولا بتاع زي ما انت عارف. والتصويت على اللائحه المقترحه من مجلس الاداره يتم بتطبيق القواعد التي يراها مجلس الاداره. مجلس اداره النادي. او القواعد الاتيه اللي هو تبدا التسجيل من الساعه كذا 9 صباحا ل 7 مساء، يبدا التصويت مع بدايه التسجيل وينتهي بنهايه موعد التسجيل. التصويت حضوريا على اللائحه المقترحه من مجلس الاداره ككل في بطاقه ابداء الراي موافقه او غير موافقه في 7 مساء يعلن رئيس اللجنه اللي هو اكتمال النصاب القانوني، وحتى اكتمال النصاب يتم بدء الفرز. ده ايه؟ قال لك او القواعد التانيه. إذا أنت إيه؟ إما أنت تبعت جواب أيا كان، أنت اللي شككت. كان من الممكن في الأول خالص تقول لك تجفف المشكلة، تقول له لا إحنا من فضلك في كذا كذا، كان النادي الأهلي ما كانش، النادي الأهلي عمل إيه؟ هو اقترع، أنت ساب لقى الحتة مفتوحة يقدر يعني يشوف يفكها، قال لك ده أنا ممكن أعمل كذا وممكن أعمل كذا، انزعجت الجهة الإدارية أو انزعجت اللي هو إيه بقى؟ اللي هو أنا أعملها على يومين. على يومين. طب وتنزعج ليه بخاصة بكده؟ هو قال لك إيه؟ يعني هو عايز يعمل قواعد عادلة على كل الأندية. جميل. قال لك عايز أعمل. بس أنا النادي الأهلي جمعية العمومية جمعية عمومية كبيرة. بص أنت النادي الأهلي، بص برضو خلينا في حاجات، في حاجة عشان إيه؟ إحنا مش هنلعب بالألفاظ. النادي الأهلي أحد الأندية. حقيقي. في نادي الزمالك وفي نادي وفي جميل. لكن أنت ممكن تقول إيه؟ أنا عندي 12,500، أنا أكتر نادي متدبس في الموضوع وهلبس في الحيطة. يعني ممكن توجد لها مبرر. مبرر يبقى إيه؟ نبحث في الموضوع. لكن أنت النادي الأهلي مش هتضرب كل المجموعات اللي هي اللي يعني في مسطرة ماشية على الكل. جميل. لا، وهو ده اللي المفروض نبحث فيه. أنا هقول لك على حاجة، ده الجواب اللي جاي من مديرية الشباب والرياضة اللي بيقول لك بوضوح من فضلك طبق الحكم المحكمة بإن إن هو فرع الشيخ زايد يبقى له الحق في عملية
ان هو عمليه الشركه في التصويت يعني يدخل وايه في صحه العلاقات. جميل. طب انت كرئيس نادي الاهلي هتعمل ايه والجواب ده ازاي يطلع في التوقيت ده؟ انا عايز اعرف. ممكن يقول لك ايه رد سويلم يقول لك مثلا او مدير شباب الرياضه هو او شؤون قانونيه يقول لك ما انا مش هوقف كره اللهب ده عندي انا اللي اتحرق بيها. تمام. انا بدور الكوره عشان تحرق النادي الاهلي. لا دي ما تنفعش في التوقيت ده، ده حاجه ورقه راحت، وعشان كده الراجل من حقه ان هو يحلم بضم الناس ويفتح لهم مجال. طيب. لكن ما تجيش تحاكمه بقى عليها. طيب جميل. حضرتك احنا لسه في جزء اللي هو اللي على يومين دلوقتي، المهندس محمود طاهر في تصريحاته ان احنا ما زلنا مقررين ان احنا نعمل يوم 25 و26 الجمعيه العموميه. تمام. ايه الموقف دلوقتي اللجنه الاولمبيه وفي حاله حدوث ذلك؟ طب بص خلينا نقول الامور واضحه. ومش عايز ايه برضه في حاجه احنا اتعلمتها من 40 سنه موجوده، مفيش حاجه قابله للي انا هعمل وانا مش هعمل. لا احنا كلنا اسره واحده عشان ما نحرقش صوابعنا كلنا. جميل. يعني ما هو النادي يعني دي هتتبص لها في اجتماع مجلس اداره يوم الاثنين للنادي الاهلي هيقرر قرار ثاني بناء على المستجدات اللي هي موجوده. جميل جدا. فمش عايزين ان احنا عايزين نمرر رساله، الاهلي ده من اكبر الانديه، اكثر الانديه استقرارا، كل الانديه بتحسده وبتحسد استقراره و لكن في نفس الوقت احنا برضه عايزين الاهلي في نفس الوقت يبقى القيم العادله تعمم على الكل، مش الاهلي اللي هيعملها لوحده، لا بالعكس شارك الناس كلها عشان نقدر نطلع قانون حلو ونقدر نحترمه ونقدر حتى نستفاد منه. جميل. اللي انا شايفه في خطاب النهارده او في مؤتمر النهارده اللي حضرتك قلت عليه اكتر من رساله من المؤتمر، نمره واحد محمود طاهر اللي هو بيمثل النادي الاهلي او رمز النادي الاهلي ليس على خصومه مع احد، كل اطراف المجموعات مش خصومه خالص. جميل. بالعكس اشاد المهندس خالد عبد العزيز في حتى في عمليه الاجتماع اللي كان في البرلمان وقال حاجه مهمه جدا ومن حقه، بس انا بختلف مع رئيس النادي الاهلي فيها، في القانون كان في حوار كبير جدا حوالين القانون وكان في ناس اكثر من 400 جلسه. القانون انا ده بختلف معاه، لكن انا بتفق معاه ان اللائحه الاسترشاديه لم يتخذ راي احد، يعني الانديه الكبيره ما كانش ولا كبيره ولا صغيره، لا لا طاهر اتكلم عليهم فقط لا غير. لا 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 انت اتكلمت في حاجه ثانيه اللي هي ما بعد اللائحه ما طلعت كان في اجتماع كده تمهيدي راح فلا كان موجود فيه بالظبط ده. لا دي برضه عمليه اللي انا عايز اقوله بوضوح ان سنه اولى ديمقراطيه في الحته دي، لان اول مره الناس تحس كده في بعض الناس في الانديه. اتمنى اقول لك على حاجه، في نادي هليوبلس في لائحه بتتعمل متفصله تستبعد عمرو الصنباطي عضو مجلس اداره النادي هليوبلس في الفتره قبل 8 سنين لان في لازم يطلع الدورات دي. تمام. كويس متفصله عليه. تمام. واقول لك على ملحوظه ثانيه، اللائحه الاساسيه مش طالعه في اي حته، الاساسيه اللي هي بتستبعده تبعده ايه ده اربع جمل 1 2 3 عليه موجودين لان معايا نسخه منها، وفي أربعة لائحة يعني مش مظبوطة مزورة هي اللي ايه عشان يضحك على العضو بطريقة أخرى من فضلك كذا من فضلك. السؤال لك، هل الجهة الإدارية تقدر تتدخل هناك؟ بسأل سؤال، هل سويلم وهل الوزير دول أصحابي وحبايبي، خلي بالك أنا كنت رايح النهاردة عشان يعني ما احنا بنظبط الدنيا، هل حد افتكر أو فكر إن إزاي ده يتظلم وإزاي ده يتذبح قدام كل الناس؟ عيني عينك. ده إيه؟ ده في نادي هليوبلس حطوا بند قال لك الثمان سنين هنعملها، لكن شرط إن هي تبدأ من دلوقتي مش قبل كده عشان تتفصل على رئيس النادي. اذا انت امام ايه؟ مجموعات من كتر الاعلام لانه اهلي، من كتر اي ديفو لانه اهلي، من كتر خصوم محمود طاهر لانه اهلي، من كتر الذين يلعبون او يتلاعبون في المساحه ما بين الاهلي وما بين الوزاره ودي المفروض ما تتسابش. بقول وبكرر محمود طاهر رئيس النادي الاهلي سواء ارتضيت او ما ارتضيتش، مكتب المهندس خالد عبد العزيز ده ايه يا ربك يعني 10 دقائق في اي حاجه كلمه، لان هو بالامانه كان في اسماعيليه وكان في المصري في بورسعيد في الايام اللي فاتت، اي مشاكل بيحلها حقيقي، اي استفسارات في اي حاجه بيفهم الناس. على فكره هو المشكله دلوقتي النادي الاهلي مش مع وزاره الشباب والرياضه، من مع مين؟ مع اللجنه الاولمبيه. لا لا بص ده السيناريو كده، لا لا مع وزاره الشباب. طبعا خلينا بس نتكلم. طب قول ازاي حلها. طيب الايه؟ قول ازاي طيب؟ ما هو ازاي هو ايه؟ الاهلي متصور ان وزاره الشباب هي اللي عاملاه، متصور ان هناك من يلعب ويتلاعب ويتقرب مع المهندس خالد عبد العزيز، خلينا نتكلم على الموضوع، مش عايز اقول اسماء عشان انت قايل لي قبل ما ادخل بقى ممنوع ممنوع، وده غلط لازم اقول بالاسماء، لان يعني انا مش عايز ما هو مش هينفع الحلقه مش هتبقى كويسه، بالعكس عشان اي واحد ما راحش او اي واحد ما عملش يقول لي لا، لكن انا بص بص يا كمان اتفضل. احنا للاسف لما انتوا مين بقى الشعب؟ لا لا احنا جمهورنا لما انت طبعا بنقول اسماء لحد ما بنقول ان احنا متحيزين للمجلس عشان لا بس هو في حاجه انا هقول لك حاجه نصيحه، احنا بنقول الكيس نفسه او القضيه نفسها لا لا والشكل ده وجهه نظرك فيها. بس انا هقول لك على حاجه بتبقى منقوصه، اما انت تيجي شجاع وتقول لك 1 2 فلان عمل وفلان عمل اتفضل اتفضل فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل كل اوتوماتيك بيحس ان تمام. كلنا عارفين تمام. انا كلمتي بقى لو مش عاجبه او مش مظبوط هو يطلع لي تمام. البعض قال
وصلها لكل مصر ان لائحه اللي عاملها النادي الاهلي. اولا لائحه النادي الاهلي حاجه محترمه جدا يعني لائحه محترمه فيها كل حاجه. هو ايه المشاكل ما بين او ايه الفرق ما بين لائحه الاسترشاديه او فكر النادي الاهلي مجلس ادارته ولائحه 14 2014 اللي كان الكابتن حسن حمدي اللي عامل؟ ما فيش فرق يعني ايه؟ انا قريت امبارح ما كانش في حته واحده ايه يعني بيقول هو عايز حته التجنيد مثلا اللي اي واحد كان هربان بالتجنيد والمؤهل. لا مثلا هربان بالتجنيد وراح دفع ال 1000 جنيه يقول لك لا ده ما يستحقش ان هو يبقى عضو. ما ايه القضيه؟ ايه القضيه؟ وليه هنفصلها على هي الحاجات دي؟ هو الخطيب كان متهرب من التجنيد؟ لا كان متهرب من المؤهل العالي؟ لا خلينا بس. لكن انا اللي انا سمعته من البلد من كل الناس ان اللائحه دي ضد الخطيب. قعدت اقرا معايا لائحه النادي الاهلي قعدت اقراها ولا الخطيب ولا حدا ولا اي حد كابتن حسن حمدي يترشح كمال عامر عضو مجلس عضو النادي اترشح وانت عضو في النادي الاهلي ممكن تترشح رئيس النادي ايه اللي يحصل؟ يعني خلينا ايه لكن اللي عملها ايه في مجموعه موجوده مهمتها دول المستفيدين بقى من الفزاعه اللي خلينا بتتكلم عليها مش فزاعه بس انا مش عايز اقول الكلام قله ادب وبتاع ما يصحش ان الكلام ده يبقى في النادي الاهلي يا جماعه يصح في حتت اللي احنا بقالنا 40 سنه نقدر لكن النادي الاهلي مش هينفعش. الحاجه الثانيه هم ليه المجموعه اللي هي اسمها ايه ما مش عارف اجيب المصطلح لها مجموعه ضمان لا مجموعه متربحه مجموعه اللي هم الشر شر للنادي الاهلي بتوسع لنفسها طريق. عايز اسال سؤال هم ليه نجحوا دلوقتي؟ ليه ايام الكابتن حسن حمدي ما كانش يجرؤ اي حد من اللي هم دول ولا حد؟ ليه؟ خبره واحد محمود طاهر مش بتاع الحاجات دي. ده قاعدين النهارده لما تيجي تتكلم معاهم ناس كلهم ايه؟ بالامانه ما عندهمش خبره. خبره في ايه؟ ما عندهمش خبره في الوساخه. ما عندهمش خبره في قله البتاع رايحه جايه الموضوعات. ما خلينا ده في موضوعات بنتكلم فيها النهارده بقول له فيك لقيت الناس بتقول ها 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 يعني ايه؟ ناس ايه؟ ان نتشرف بيهم الحركه الرياضيه ان هم موجودين، ناس مش متربحين، ناس ما بيقعدوش يتكلموا ويروح جايه والمؤامره وهنا وهنا ما بيجدوهاش، انا ما شفتش، ده في عضو مجلس اداره عضو مجلس اداره في النادي الاهلي، طلع تك تك فبقول له اهدى شويه ده الموضوع بسيط ايه القضيه؟ ما هو ده سجيته وانا ما زعلش من واحد يبقى الصرخه بتاعته يطلعها عماد وحيد، ما انا ما زعلش منه. يعني ده واضح اقعد اتكلم معاه واقول له لا ده واحد اثنين ثلاثه ده بيبقوا شخصيات انا شايف شخصيات محترمه. اللي عايز اوصله ايه؟ البعض حاول يصنع كلنا اكيد سمعنا ان الموضوع ده او اللائحه دي متفصله عشان تستبعد كابتن محمود الخطيب. انا قعدت ادور ما فيهاش الثمان سنين ما فيهاش كلام كتير كان على الموضوع ده. انتوا كلام كتير عايز اسال سؤال كلام كتير وكلنا صدقناه خلي بالك والصحف كلها معظمها صدقت اما طلع كذب ليه الناس ما الشكل عام شكلكم عامل انا 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 لا مين انا عارف انا ما بقعش في الخطا ده وعشان كده بس بتيجي في وقت بقى واحد يقول لك انت ضد الخطيب الخطيب ده اعظم من لاعب كره قدم صحيح اعظم يعني فتحنا خليل عشان كده بيقول لك انتهى عصر الخطيب في الكوره لما جه يعتزل. عارف يعني ايه عصر الخطيب؟ عصر الخطيب ده حاجه تاريخ ما حصلش جميل وبرده بقولها وكتبتها مش دلوقتي من زمان ومن زمان حسن حمدي افضل من تولى رئاسه النادي الاهلي مش عيب انا شايف كده ظروف الاهلي كانت صعبه قوي وفي نفس الوقت دفع ثمن كبير قوي وغالي قوي في مساندته كاهرام للنادي الاهلي ودفع برضه كتير جدا ثمن غالي جدا برضه من كل حاجه اما جه انفصل النادي الاهلي وقعدوا يعاقبوه في الاهرام عشان ساب النادي الاهلي طب انا جبت لكم فلوس ما رضيتوش يعني الراجل الله يكون في عونه اما جه في ديفو او حاجه كده انا كتبت ان هو من اطهر ومن اشرف طالما انا ما شفتش اي اجراء او حاجه ده قيمه حسن حمدي لكن ده ما يمنعش اللي بقول لك محمود طاهر من افضل القيادات الرياضيه صحيح. الموجوده دي ما تزعلش لا طبعا هي انا قلت له اثنين ثلاثه على فكره اعضاء الجمعيه العموميه في ليهم راي في كده ولي اعضاء الجمعيه وانا عايز اقول لك حاجه وانا مؤثر على الجمعيه العموميه لا مش مؤثر بس انا بقول كلمتي انا هيجرى لي حاجه لو انا ما قلتش كلمتي لا قول هو واتحملها حاجه الثانيه طب ايه بقى الناس اللي راحه تعمل زومبا اصل محمود طاهر عايز يمسك النادي الاهلي الى الابد إيه لو هو عايز يمسك النادي الاهلي الى الابد ما كانش يعمل كده ما هو انا عايز اكلمك بقى على موضوع بند الثمان سنوات اللي مش موجود اوريدي طب انت جاي يعني انت كان بصوت عالي كده جاي تقول بند الثمان سنوات مش موجود طب ما انت لازم تولع الدنيا في حلقه يا جماعه اللي انتوا قعدتوا شتمتوا المجلس وقعدتوا اتهمتوا المجلس وقعدتوا كذا كذا مش موجود مش موجود طب انت ايه انت يعني في لوبي دلوقتي موجود من بس في بعض الناس اللي ارتبطت بمصلحه مع الكابتن محمود ده شيء طبيعي وانا لو كنت واحد ده مش ده عايز وايه وهم اسطوات ازاي يمرر الرساله ازاي يخلق راي عام ازاي عشان ينال من الموضوع ده وده عمليه مش فير خالص ان حد يعمل كده لكن هي معروفه لانك انت هتكذب هتيجي تروح. الحاجه الثانيه اللي انا مهمه جدا وباكد عليها دي في تشابه ما بين الاهلي وما بين الزمالك مرتضى منصور تحديدا ما تخافش يعني ما احنا انا مش خايف والله قول اللي انت عايزه انا بقول رايي اللي انا بتحمله اداره الانديه مش كوره الكوره عليها حته يعني عليها ايا كان نسبه صغيره سميها زي ما عايز 5 10 20 بقيه ال 80% حاجات عناصر
العضو العامل اللي دافع دم قلبه ده من حقه على اي اداره ان هو ياخد خدمه بطريقه او باخرى ويتدلع ويعمل ده ناديه وفلوسه. يعني انا هروح اعذبه؟ اثنين، انت كرامه ناديك فين؟ انت مكانتها فين؟ بتحافظ عليها فين؟ بتحافظ على الحاجات التانية، المستقبل عامل ايه؟ كل دي نقاط نقاط صحيح. نقاط نقاط. اما نيجي بقى نقول نفس العمليه، محمود طاهر في الكره ما فيش مشكله، يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمكم كويس، ادي واحد الالعاب ده يعني. طب انت ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه، يعني ما تيجي تحسبها ويضرب كده اقول غزي الكمبيوتر بتاعه يقول لك ناس ناجحه، انت عايز ايه اكتر من كده؟ المفروض والقيم والاخلاق ومبادئ الاهلي بتقول لك ايه؟ ما تكسرش الموجود لكن فكر ازاي تضيف. صحيح. ما اجيش انا بقى ايه اللي انا شايفه اغتيال مجلس محمود طاهر عند مين؟ عند المفصلات الدوله وعمليه ترويج لها. مالك؟ انا عايز اتكلم على الجزئيه دي بالتفصيل. اللي هي مجلس محمود طاهر اتكلم فيها اللي هي قال لك منذ ان المجلس جه وهو في حرب مستمره وده ينفع ده يرضي ربنا؟ خليني بس اطلع لملخص المؤتمر مع المهندس محمود طاهر وارجع الجزئيه دي حضرتك المفروض نتكلم فيها باستفاضه اكتر، لان فعلا مواقف كتير ومشاكل كتير حل المجلس المهندس محمود طاهر وتعيين بعد كده، فبالتالي لا مشاكل كتير وانت في حد ذاته عمال بتنجح انك تاخد بطولات افريقيه مع الالعاب الجماعيه وايضا الالعاب الفرديه، وثم النادي الاهلي لكره القدم بيحصل على بطوله الدوري مع الفريق وهكذا وتاريخك وعز كتابته. لا 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 نروح للملخص ونرجع نروح للملخص. ملخص المهندس محمود طاهر النهارده في مؤتمره النهارده واللي وضح فيه اشياء كثيره، وارجع اكمل مع استاذ كمال عامر كلامنا عن هذا المؤتمر.